ازيك يا نور؟ وحشاني خالص خالص خالص. علشان كده قررت ان انا اسجلك الفيديوهات اللي وعدتك بيها، اللي هي الى ابنة اخي. والفيديوهات دي ليكي انتي ومريم، لما مريم تكبر شوية تبقى تتعلم منها. دلوقتي انا هكلمك انتي بس. في موضوعات كتيرة قوي 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 في دماغي عايزة اكلمك عنها، بس افتكرت عايزة احكي لك قصة كده من حياتي. زمان وانا صغيرة، عندي اكبر منك شوية، عندي 13 سنة. وبعدين كنت قاعدة مع صاحبتي وكنا بنذاكر سوا، فكنا بنذاكر حساب. وبعدين قعدنا نذاكر شوية، وبعدين قررنا ان احنا نرتاح شوية. ففكرت كده وقلت لها احنا دلوقتي عندنا 13 سنة، يا ترى في العشرين سنة الجاية هنبقى فين وهتبقى حياتنا عاملة ازاي؟ قالت لي معرفش. قلت لها طيب تعالي نحط خطة للعشرين سنة الجاية، ونحط 20 هدف في حياتنا عايزين نحققهم. وفعلا مسكت صفحة فاضية في الكتاب وقعدت أكتب الأحلام أو الحاجات اللي أنا نفسي أحققها في حياتي، وقعدت أكتبهم واحدة واحدة. اللي أنا عملته ده اسمه التخطيط، إن احنا نحط خطة. الخطة يعني إيه؟ يعني كأننا عارفة لما نبقى عايزين نروح مكان، والمكان ده احنا مش عارفينه ولا عارفين هو فين، نقوم ندور على الخريطة. فالخريطة بتوضح لنا ازاي هنروح مكان، من الحتة اللي احنا واقفين فيها نمشي ازاي خطوة خطوة. الخطة بالظبط زي الخريطة، بس الخطة دي بتبقى خريطة لحياتنا. انا النهاردة في مكاني ده في الوقت ده، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنين، بعد 5 سنين، عايزة أبقى إيه؟ وعايزة أحقق إيه؟ وإيه الأهداف الجميلة الحلوة اللي في حياتي اللي أنا عايزة أحققها؟ ومفيش حد صغير على إنه يحط خطة. يعني ما تقوليش إيه؟ إيه ده؟ أنا لسه صغيرة، خطة إيه؟ أنا لسه صغنونة. لا، مفيش مشكلة، نحط خطة. و في الخطة دي نحط كل الحاجات اللي احنا عايزينها ونفسنا ان احنا نحققها، ونفكر يا ترى هنعمل الكلام ده ازاي، ونحقق الحاجات دي ازاي، ويا ترى هل في حاجة لازم انا اعملها؟ اه طبعا. زي مثلا انت عايزة تطلعي تشتغلي حاجة معينة، مثلا دكتورة او مهندسة او مضيفة طيران او اي حاجة من الحاجات دي، تبقي عايزة تذاكري وتنجحي وتاخدي درجات عالية عشان تدخلي كلية كويسة، عشان تنجحي في الكلية الكويسة، عشان تلاقي شغل في الحاجة اللي انت عايزة تعملي فيها وتكملي دراسة وكل الكلام ده. يعني في حاجة مفروض علينا احنا اللي نعملها، ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نذاكر كويس. طيب زي مثلا ان احنا هدف من اهدافنا ان كل الناس تحبيني. مثلا نفكر هم مين الناس اللي حواليا، مين الناس المهمة بالنسبة لي، مين الناس اللي عايزاهم يحبوني. طيب هيحبوني ليه؟ هل مثلا لو أنا قللت الأدب ولا مزعجة ولا حاجة من الحاجات دي الناس هتحبني؟ لا، مش هتحبني. يبقى لازم أبقى مؤدبة وأبقى لطيفة وأبقى أسلوبي حلو ولطيف مع الناس عشان الناس تحبني. اي حاجة تيجي في بالك فكري فيها وقولي ايوة ازاي احقق ده، ازاي اعمل ده. دي اسمها ايه تاني؟ خطة. ان احنا بنحط خطة، والخطة مش بس ان هي بتكون بعد مدة طويلة، في خطة اصغر شوي، خطة للسنة دي، او خطة للشهر ده، او خطة للأسبوع ده، أو خطة للنهاردة. أنا كل يوم قبل ما نام بفكر هو أنا بكرة عايزة أعمل إيه؟ زي مثلا عندي شغل لازم أسلمه، أروح كتباه.
في امتحان مثلا كنت بذاكر له وعندي امتحان اروح حاطاه، ان انا عندي امتحان بعد 3 4 ايام يبقى لازم استعد له من النهارده، كل يوم هذاكر ساعه عشان الامتحان ده. انا مثلا عايزه صحتي تبقى كويسه، فصحتي تبقى كويسه معناها ايه؟ ان انا اكل اكل كويس، ما اكلش الاكل الوحش حتى ولو هو موجود وبيبيعوه. السوق مليان، السوبر ماركت مليان اكلات مش كلها كويسه، انقي انا الاكل الكويس. فاكتب في الخطه بتاعت اليوم بتاعتي ان انا هاكل اكل مفيد وصحي بس. انا كمان عايزه صحتي تبقى كويسه، يبقى لازم اتحرك في مفاصل في جسمي، ايديا ورجليا وعمودي الفقري والكلام ده كله، يبقى لازم احركه. طب احركه بايه؟ ايه الرياضه اللي ممكن العبها؟ ممكن ألعب يوجا، ممكن ألعب شوية إكسرسايزز، ممكن مثلا أنزل أمشي مع بابا وماما. أكتب برضو في الخطة بتاعتي إن أنا عايزة كذا. أنا مثلا في ناس بحبها، بحب عمته حنونة زي ما أنا بحبك، أنت كمان بتحبيني، بحب لولو، بحب ماما سنو، بحب خالته هناء، بحب خالته نورة، بحب إسلام، بحب كل الناس الحلوة دي. طيب أكلم حد فيهم، ولما أكلمه إزايك عامل إيه وحشتني، إزايك يا لولو وحشتيني، هحط برضو في الخطة بتاعتي. أنا مثلا كمان عايزة أبقى ذكية، وعايزة أبقى أعرف معلومات، وعايزة أتعلم عن حاجات، أحط في الخطة بتاعتي إيه؟ انا عايزه اقرا. ليه؟ لان بيقول لك ايه؟ بيقول لك القراءه غذاء العقل. يعني ايه؟ هو عقلنا بياكل؟ لا، هو مش ده المقصود. المقصود ان زي ما احنا بناكل الاكل اللي بيغذي جسمنا، وجزء من الغذاء ده بيروح العقل، التفكير كمان اللي بيعمله عقلنا محتاج غذاء. الغذاء يكون جاي منين؟ جاي من القرايه وجاي من التعلم. يبقى لازم اخصص وقت في يومي ان انا اقرا، وان انا اكتب، وان انا اشوف حاجات جديده، وان انا اتعلم حاجات جديده، وان انا اراجع على الحاجات اللي اتعلمتها. الحاجه التانيه مثلا، انا مثلا من خطتي ان انا حياتي مع بابايا ومامتي تبقى حياه لطيفه وجميله، ونضحك وتبقى جميله، واقرب من ماما واقرب من بابا، واخد بالي منهم عشان هما كمان بياخدوا بالهم مني. طيب افكر يا ترى اعمل ايه النهارده عشان اخلي ماما سعيده. تفتكر كده لو مثلا جبت المكنسه وكنست الصاله ماما هتبقى سعيده؟ ايوه ماما هتبقى سعيده. طيب تفتكر لو عملت دوشه وزعقت ماما هتبقى سعيده؟ لا، ماما مش هتبقى سعيده. يبقى افكر في الحاجات اللي بتخلي ماما سعيده، واحاول ان انا اعمل لها حاجه او اتنين في اليوم، والحاجات اللي مش بتخلي ماما سعيدة وأبطل أعملها. نفس الحكاية البابا، إيه اللي ممكن أعمله البابا ويخليه سعيد؟ إن أنا أتكلم معاه، إن أنا أهزر معاه، إن أنا أقول له كلام لطيف. وإيه الحاجات اللي ممكن تخليه يزعل مني؟ إن أنا أقول له كلام يضايقه، خلاص ما أقولش الكلام اللي يضايقه، وأقول الكلام اللطيف بس. أكتب ده في الخطة بتاعتي، أنا عايزة النهاردة أسعد بابا، أنا عايزة النهاردة أسعد ماما. ولما اصحى بقى من النوم ابتدي اعيش اليوم بتاعي ساعة ورا ساعة، واشوف الحاجات اللي انا جهزتها دي، وافكر مكتوب في الخطة بتاعتي اللي انا عملتها امبارح بالليل قبل ما انام ان انا لازم اذاكر شوية. هذاكر من امتى؟ هذاكر من الساعة كذا للساعة كذا. خلاص اروح في حتة هادية، مش لازم بقى بابايا ومامتي جنبي، انا خلاص بنت كبيرة مسؤولة عن نفسي، واقعد اذاكر 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 اذاكر. وبعد كده اطلع بقى دلوقتي ايه؟ ممكن العب شويه، ممكن اسمع اغنيه، ممكن اتفرج على فيديو لطيف، ممكن العب مع اختي شويه، ممكن اتكلم مع مامتي شويه. الخطه بتقولي اعملي حاجه تسعد ماما. طيب ايه يا ماما النهارده ممكن اعمله لك عشان اساعدك واسعدك؟ ماما هتقولك اعملي كذا كذا كذا. يا سلام، بابا جه من الشغل، ايه اللي ممكن اعمله عشان
اسعد بابا، يا سلام اخده في حضني وطبطب عليه واقول له ان انا بحبه قوي قوي قوي، واشرح له قد ايه ان هو حاجه كبيره قوي في حياتي، واتكلم معاه. لو لقيته مشغول اسكت شويه، اديله فرصه ان هو ايه يشوف شغله. لو لقيته مثلا بيتكلم مع حد ما اتدخلش الا لما استاذن، اقول له ممكن يا بابا اتكلم انا كمان. كل الحاجات دي انا بفكر فيها قبل ما انام. انا بكره ان شاء الله عايزه اعمل ايه، عايزه احقق ايه، وكل يوم كل يوم لما اعمل الخطه دي هقرب من الحلم الكبير اللي انا بحلم بيه بعدين. كل يوم ان شاء الله هسجل لك فيديو صغنون كده هو نتكلم فيه سوا. اوكي يلا حبيبتي، اشوفك في فيديو جديد من فيديوهات ايه الى ابنة اخي. انا بحبك قوي.